ربما لا يعلم البعض ما تعنيه كلمة بروسيا سواء جغرافيا أو قوميا، لكن هذه الكلمة كان لها صداها يوما ما، وما كانت في السابق مملكة بروسيا أصبحت اليوم جزءا مهما من أوروبا الشرقية بعد أن كانت وطنا متنازعا عليه، إلى أن اخترقت الحرب تضاريسها ولم يعد بالإمكان العثور عليها في الخرائط الحديثة لقارة أوروبا. فما قصة المملكة المختفية؟ نشأ اسم بروسيا في العصور الوسطى، حيث سكنت القبائل الوثنية المنطقة المجاورة لبحر البلطيق بين بوميرينيا ولتوانيا، وتم غزوها بالقوة في القرن 13 من قبل فرسان التوتونيين، وهم طائفة عسكرية مسيحية ألمانية شاركت في الحروب الصليبية. وعلى مدى القرون القليلة التالية حكمت تلك المنطقة بخلافة أسياد الفرسان العظماء، إلى أن أصبح ألبرت الأول وهو من عائلة هوهنزولرن سيد الفرسان الأكبر، لكن ألبرت تحول إلى اللوثرية أحد أكبر فروع البروتستانتية، وأصبح أول حاكم ينفصل عن سلطة الكنيسة الكاثوليكية خلال فترة الإصلاح. أصبحت بروسيا جوهرة التاج لعائلة هوهنزولرن حين استحوذت على براندنبورغ عام 1415، والتي اشتهرت بكونها جزءاً من الإمبراطورية الرومانية. وفي القرن 17 أصبحت ولاية هوهنزولرن بأكملها تعرف باسم براندنبورغ بروسيا، وتم إعلان مملكتها الخاصة في عام 1701. أطلق على حاكم هوهنزولرن لقب ناخب براندنبورغ داخل الإمبراطورية وملك بروسيا خارجها، وذلك بحسب تقاليد الإمبراطورية الرومانية التي لا تسمح بلقب الملك في الدول المكونة للإمبراطورية وفقاً لموقع فاميلي تري ماجازين. وفي القرن 18 قامت بروسيا مع الإمبراطوريتين النمساوية والروسية بتفكيك الكومنولث البولندي الليتواني ومحو بولندا من خريطة أوروبا لأكثر من 100 عام، فازدادت قوة بروسيا آنذاك، إلى أن استولى الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت على بعض أراضيها في أوائل القرن 19. لكن بروسيا عززت مكانتها مرة أخرى كقوة أوروبية حين استعادت تلك الأراضي بموجب مؤتمر فيينا عام 1815، كما استفادت من نتيجة أخرى للمؤتمر وهي الاتحاد الألماني، فمارست نفوذها على المنطقة وأنشأت تحالفاً مع دول الاتحاد التي استبعدت منافستها النمسا، لتصبح بروسيا الدولة البارزة في الإمبراطورية الألمانية والقوة المهيمنة فيها. في عام 1918 تفككت بروسيا والإمبراطورية الألمانية بعد هزيمتهما في الحرب العالمية الأولى، وكانت الكارثة الأخيرة عام 1945 حيث فر نحو 2 مليون لاجئ ألماني من المنطقة حين سطت الجيوش الروسية على الجبهة الشرقية في أكبر نزوح من نوعه للمدنيين فترة الحرب العالمية الثانية، ليتم بعدها محو بروسيا نهائيا من خريطة أوروبا. واليوم تعد بروسيا هي الدولة الوحيدة من بين القوى الأوروبية العظمى في عصرها والمملكة التي اختفت تماما من الخارطة.